البيب نجم الموسم في اوروبا، نجم طبعا يمكن افضل مدير فني على مستوى العالم بعد احتفاله بكسر حاجز الصمت والعوده للفوز والتتويج طبعا بالتشامبيونز ليج مع السيتي والفوز بالدوري الانجليزي بعد سباق عنيف. موسم كان صعب جدا للسيتي، بتصور منافسه على اعلى مستوى سواء في الدوري او في بطوله الشامبيونز ليج، لكنه في النهايه نجح في ان هو يحسم اللقبين لصالحه وقرر انه احتفالا بالموسم الشاق ده والتتويجات دي انه يحتفل باجازته فتره البريك في مصر في القاهره وفي الاقصر. بيب جوارديولا كان في مصر في زياره، يمكن خد مجموعه من اللقطات الجميله جدا، طبعا دي واحده من الصور اللي خدها بالقرب من اهرامات الجيزه، ودي واحده في اعتقد في معبد الكرنك في الاقصر. عظيمه يا مصر طبعا، شخصيه طبعا من الشخصيات اللي ليها عشاق، يعني نادرا نادرا لما تلاقي مدرب او مدير فني عنده نفس النجوميه او الجماهيريه بتاعت لاعبي الكره، اعتقد انه جوارديولا واحد منهم طبعا. اتمنى انه زيارته لمصر تبقى ممتعه، وخد بالك انت بتتكلم على يعني دعايه طبعا على حساباته على السوشيال ميديا، الصور اللي خدها، رحلته والتفاصيل، الحكايات والروايه. نتمنى انه لما يرجع يعني يحكي عن اجازه سعيده وممتعه في ام الدنيا مصر، لانه ده دعايه تسوى كتير كده.